مثل ما انكم شايفين نحن قمنا بدفن المعدن الاول اللي هو الذهب بالحفرة A، والان خلونا نروح لحتى ندفن المعدن الثاني اللي هو الفضة بالحفرة B. خلونا الان نردم الفضة. عندي هون بعض الخواتم من الفضة، في بدي اردمها بالحفرة B. نردم معدن عديم القيمة في الحفرة سي، طبعا على نفس العمق كل الحفر، هي معدن عديم القيمة، حديد ومسامير، رح نردمه بالحفرة سي. الآن نقوم بتشغيل النظام بعيد المدى التلقائي باختياره من قائمة أنظمة بريميرو، لتظهر لنا على الشاشة الطريقة الصحيحة لحمل الجهاز. بعد ذلك نقوم بالضغط على زر المقبض لتبدأ عملية البحث، وننتظر حتى يمتلئ مؤشر البحث وتظهر لدينا نتائج البحث على شاشة الجهاز. تستغرق عملية البحث من دقيقة إلى 3 دقائق، ويفضل خلال هذه المدة تثبيت الجهاز وعدم تحريكه لكي لا تستغرق عملية البحث وقتا أطول. نلاحظ على يمين الشاشة وجود مؤشرات، مثل مؤشر يوضح الطريقة الصحيحة لحمل الجهاز، ومؤشر البوصلة يوضح اتجاه الجهاز. الآن تم الانتهاء من عملية البحث، ونلاحظ على الشاشة وجود المعادن التي تم الكشف عنها عن طريق نظام البحث بعيد المدى التلقائي، وهي الذهب، الفضة، والحديد والنحاس.